معكم مسكات جلو، أنا عاطف عبدون. أول حاجة داير أوضح إنه الفيديو ده خاص بإعلام المناهضة والناس الشغالين معه، يعني ما فيديو للعامة. طيب، هحاول أوضح في الفيديو ده باختصار العوامل الممكن تكون أساسية ومن أبجديات إنك تصور مظاهرة أو مسيرة بشكل جيد، ما ضروري يكون احترافي طبعا، لكن بشكل مقبول. طيب، ما هحاول أرتب الحاجات بواحد اثنين ثلاثة، أحاول أتكلم كلام بسيط جدا وححاول أكون مفيد في كلامي. عشان تصور مظاهرة أنت لازم أول حاجة تتأكد إنك أنت عنصر مهم في المظاهرة دي. طالما الكاميرا في يدك وانت مكلف او مكلف نفسك انك تتصور المظاهرة، فما تتهجس كثير، فانه مفترض انت تهتف ومفترض انت تكون في المقدمة، لانه الدور اللي انت بتقوم به وانت بتصور في المظاهرة ما اقل من دور الزول اللي بيهتف او بيقود في المظاهرة، انك انت بتوثق لملايين لو هو بيهتف لالاف. نمرة اثنين، حاول توضح انت وين. مثلا في مظاهرات او في الوقفة اللي كانت قدام روتانا، ممكن تصور الفندق من بعيد، او ممكن تصور عفراء، او ممكن تصور المعالم الحوالينك. ليه؟ عشان لما الحاجة دي تنزل في الفيس ويشوف زول ما عنده علاقة وما سمع بالسدود ولا عنده فكرة عن مشاكلنا، يقول بالله المظاهرات دي شكلها في الحتة الفلانية، فبينتمي للفيديو من معرفته للمكان. بينما انت لو صورت المتظاهرين عن قرب من غير ما توضح له المكان او الزمان، ما حينتمي لانه دي ما قضيته. فانت محتاج تخاطب كل الناس، الناس اللي دي قضيتهم عارفين انه دي السدود وديل هم النوبيين، والناس اللي ما عندهم فكرة مجرد ما يشوفوا الفيديو في الفيس او في واتساب حيقولوا بالله كانت في وقفة قدام الحتة الفلانية لانه هو عارف الحتة الفلانية. او توضح للتاريخ، التاريخ ده كيف بتوضح له؟ انت ممكن تكون معك فقط ورقة بيضة وتكتب يوم السبت كذا كذا وتوقف الورقة دي قدام الكاميرا، او ممكن تقول الكلام ده، نحن في مظاهرة الفلانية في اليوم الفلاني كصوت، أو ممكن مجرد جريدة تخدها قدامك وتصور التاريخ واليوم. المهم حاجة توضح المكان أو الزمان، ده بيخلي المتلقي الماجز من الحدث ينتمي له. الحاجة الثانية، حاول تركز على الفريم. الفريم هو شنو؟ هو الشاشة اللي انت بتصور منها أو جواها، يعني المشهد في الجوال قدامك حاول تركز فيه وحاول تعاين له، يعني ما تكون قاعد تعاين عينك للمظاهرة وإنت بتصور، حاول تعاين لجوالك وشوف هل الصورة اللي إنت قاعد تصورها دي مفيدة. حاول تسأل نفسك هل الصورة الحالية قدامي في الجوال بتعني حاجة محددة، يعني 10 رؤوس إنت مصورهم من وراء، هل ده بيكون مفيد للمشاهد؟ مش أحسن إنك مثلا تصور زول واحد بملامح واضحة، أو تصور ليك بوليس، أو تصور 10 أنفار من قدام. المهم أنت بتقدر تحدد الحاجة دي، ما في زول بيقول لك صور من ورا ولا من قدام. أنت في اللحظة ديك المخرج، وأنت في اللحظة ديك المونتير، وأنت في اللحظة ديك اللي بتحدد اللقطة اللي انت حتصورها شكل عام شنو. عشان تحدد الحاجة دي عاين للشاشة بتاعتك، شوف انت قاعد تصور شنو عشان تصور حاجة مفيدة. تاني حاجة، الخطأ اللي بيقعوا فيه الناس انه بيحاولوا يشغلوا الكاميرا هو الجوال طوال فترة المظاهرة، يعني واحد بيقول شايل الجوال كده وفاتحه مرة واحدة كده وبس حاين بيه، ده خطأ كبير جدا، لانه نمرة واحد انت ممكن تفقد البطارية في نص المظاهرة وتجي أحداث مهمة جدا ما تقدر تصورها. نمرة اثنين، وده برضو مهم، إنك أنت حتكون صورت مادة كثيرة جدا ما حتقدر ترفعها، لو رفعتها ما في زول حيشوفها، بينما أنت لو اشتغلت بالتكنيك بتاع إنك تتصور 10 ثواني وتكفل
تصور 20 ثانية وتقفل، بعدين لما تشوف المشاهد انت حتقول انا داير ارسل ال10 ثواني دي وداير ارسل ال30 ثانية دي، غير انك انت تكون صورت لك نص ساعة من غير ما تقيف وبعد كده ما حتعرف يا تلقطة مهمة ويا تلقطة ما مهمة. حاول تركز على الشعارات، حاول تعمل زوم لو الشعار بعيد منك، وركز على الهتافات وعلى وجوه الناس. الوجوه ما مشكلة عندنا في المظاهرات، في الدول الثانية زي سوريا أو اليمن الناس بتحاشوا إنه يصور الوجه بشكل مباشر، لأن حاجة دي بتكون بتترتب عليها حاجات أمنية. بالنسبة لنا نحن لحسن حظنا ما للسوء ممكن نخاف من وجوهنا في مظاهرات. فعشان كده ليه بقول لك ركز على الوجه، لأنه تعابير الوجه جزء مهم جدا بيخلي المتلقي جزء من الحاجة اللي هو قاعد يعاين ليها. حاول تصور الطرفين، يعني نتكلم مثلا عن الوقفة بتاعت روتانا، كانوا في عساكر بالجهة الثانية، انت ممكن كنت تقيف في حتة بعيدة وتصور الطرفين، يعني ما ضروري انت تقيف مع المتظاهرين، ممكن تبعد منهم وتصور الطرفين، او اقيف مع المتظاهرين وركز على الشرطة في بعض اللقطات، ولقطات تانية ركز على المتظاهرين. حاول دايما ما توقف الكاميرا، يعني ما تمسك الكاميرا كده وتقيف لمدة أكثر من دقيقة، لأنه اللقطة بتكون مملة. حاول تمشي الكاميرا بشكل أفقي، تحركها على أساس إنه بتغطي أكبر مساحة من الحدث، أو بشكل طولي لو داير تصور من الواطة كده لفوق. لو في إمكانية إنك تكون في حتة عالية، حاول تكون في حتة عالية وتصور بعض اللقطات، ما كلها طبعا. في تقنية أو طريقة لإنك أنت تتحاشى إنك تصور الناس إنهم بساط. فأي لقطة أنت صورتها وداير ترسلها أو داير تنزلها على الهناية واكتشفت إنه اللقطة دي حتدي إحساس للمشاهد إنه الناس اللي كانوا في المظاهرات دي البساط ما تظهروا، ده ما لي صار حق بيكون. لو داير تجيب الناس بساط، انت حاول تكون تصور من تحت، يعني الناس بيكونوا قدامك والكاميرا تكون مستواها اعلى من عين الناس، كده الزول ما بيعرف الناس دي الكم. لكن لو قاعد تصور من حتة عالية بكل بساطة بيكشف الناس دي الكم، يعني لما الناس يكونوا كتار انت ممكن تصور من حتة عالية لانه دي الحقيقة، لكن الناس لو بساط الحتة العالية دي بتكون مضرة بالنسبة لك انت. اتذكر للأسف انك ما لازم تكون صادق وانت بتصور، يعني ما لازم تنقل الحدث زي ما هو، انت ما محايد، اتذكر الحاجة دي، انت جزء من الحدث ده. طيب، كون قريب أو بعيد حسب حوجتك للحاجة، يعني مثلا عسكري جاري لزول ما ضروري تمشي للعسكري، من بعيد ممكن بالزوم تتابع الزول ده، لو لقيت لقطة ممكن تشد الناس إنه عسكري جاري زول، واحد قاعد يضرب في زول، خلي المظاهرة وركز مع اللقطة دي، لأنه اللقطة دي بتكون أهم من حاجات التانية. أخلص للقطة اللي انت قاعد تشوف إنها هي مهمة، مجرد ما تخلص أكفل الكاميرا أو أفصل وبعد كده أبدأ لقطة تانية. حاول تختار اللقطات المعبرة. اللقطات المعبرة يعني شنو؟ في ناس بيكونوا قاعد يهتفوا بشكل هستيري، في زول بيكون الضرب قاعد يقول مثلا آخ ولا قاعد يتألم، دي لقطة مهمة بالنسبة لك انت. في عسكري قاعد يجوط مثلا بشكل متنرفز جدا مثلا، في واحد قاعد يهتف بشكل خرافي ولا قاعد يبكي ولا التعابير بتاعت الوجوه، في واحد واقف بشكل بتاع تحدي. اختار الناس ديل، يعني ما تخلي الكاميرا هي تقودك، انت قود الكاميرا، انت اختار انت داير شنو. طيب، الصوت مهم جدا، حاول
بقدر الإمكان أنك تطلع على أصوات، لأن الصوت جزء مهم جدا من الصورة. حاول تثبت يدك وانت بتصور. كيف تثبت يدك؟ انت لو قاعد تصور باليدين الاثنين، ممكن الكوع يدك تثبتهم في صدرك او في بطنك. ليه؟ لانه الكاميرات البروفيشنال فيها خاصية ضد الاهتزاز، يعني حتى انت لو هزيت الكاميرا من جوه بتقدر تثبت نفسها. الحاجة دي في الجوالات أقل. فانت لو ما ثبتت يدك الصورة حتطلع مهزوزة. كان طلعت مهزوزة الكواليتي بتاعها حيكون سيء ومشاهدتها حتكون سيئة. فحاول تثبت. انت لما تثبت، يا انك تمسك الجوال بيد واحد واليد دي تثبت بها، تثبت كوع اليد يكون في البطن او الصدر، يا باليدين وكذلك. المهم تحاول بقدر الامكان انك ما تخلق صورة مهزوزة. حاول تركز في ناس بعينهم. انت ممكن داير تركز مثلا على الناس اللي بيهتفوا، في وجوههم حاول تثبت الحاجة دي، في تعابيرهم حاول تثبت، يعني تركز في حتات زي دي. حاول تمشي الكاميرا على الناس بشكل طولي أفقي عرضي، ما تثبت. يعني الليلة أنا قاعد أهتف، قاعد أقول لا للسد، جبت لا للسد بتاعتي دي، أمشي للزول جنبي، ما توقف عندي كتير عشان تدي الناس إحساس إنه في حركة في الصورة اللي أنت قاعد تصورها، ما تركز على زول لفترة طويلة جدا. لما تعمل مقابلات مع الناس، ودي حاجة مهمة جدا، يعني أثناء المسيرة فلنقل إنك أنت لقيت زول أنت بتعرفه، يعني ما الزول الممكن يشك يقول ده قاعد يصور لأتو جهة، أنا قاعد أصور لقيت حكيم مثلا، فممكن أجور حكيم لجهة أوقف الكاميرا أقول له قول حاجة. يعني حكيم مجرد ما إنه يقول يا أخي نحن الليلة هنا قاعدين نعمل في الحاجة الفلانية، مجرد ما يتكلم 5 ثواني، ال5 ثواني دي بتكون عندها قيمة، بتدي قيمة إضافية للفيديو بتاعك ده. فإنك أنت في التغطية بتاعت المظاهرات تعمل مقابلة مع 2 أو 3، لكن ما مقابلة بحكاية إنه يكون مربع يده كده واقف وقاعد يتكلم، حاجة تكون أقرب لإنها تكون للواقع كده، يعني حاجة تلقائية إنه زول منفعل وبيتكلم. لو هو قاعد يتكلم أصلا مجرد ما جبت للكاميرا يكون ريحك، لو ما كده جيبه وقول له يا أخي قول حاجة وصور معنا 2 3، احتمال الأول كلامه ما يكون مفيد، الثاني ما يكون مفيد، ثالث زول كلامه يكون مفيد. المهم إنه المقابلات الأول كلام البتم وسط المظاهرة بالخلفية بتاعت المتظاهرين والخلفية بتاعت الصوت بيكون عند بتكون نسبة المصداقية فيها أعلى بكثير من إنك أنت تصور بعد ما المظاهرة تخلص واحد يقول يا أخي والله إحنا عملنا كده وقلنا كده. فكر دائما في الزول اللي حيشوف الفيديو ده، حاول ترضيه، حاول تقدم له صورة كويسة، صوت كويس، حاول تعاين لما تعاين للفريم بتاع الشاشة بتاع جوالك، حاول تقول انك انت اللي قاعد تشاهد في الحاجة دي وتكون راضي عن الحاجة اللي انت قاعد تصورها دي. اختار المكان والزاوية اللي حتصور منها، والحاجة دي انت حتشوفها في الشاشة. لو ما قدرت تلاحظ لها في الشاشة، حاول تاخذ اللقطة من اكثر من مكان. يعني واحد قاعد يهتف، انا ممكن اصوره من قصاده، امشي على الزاويه الثانيه اصوره، يعني قول صورته 5 ثواني، سقط 5 ثواني من اليمين، ممكن امشي على اليسار اصوره 5 ثواني لو لقيت طريقه، ممكن اقعد في الواقع واصوره ثاني 5 ثواني. حاول تفصل كل فيديو والثاني على اساس انه ممكن الفيديو ده ينفع والثاني ما ينفع. حاول تكون عندك اكثر من خيار، يعني ما تصور اللقطة مرة واحدة وخلاص تقول خلاص دي مفيدة. اللافتات والوجوه تكلمنا عنها، والتعابير دي حاجات مهمة جدا لازم نركز معاها.
فوق ده كله، بعد ما تعمل الحاجات دي كلها، لو عندك وقت تحاول تشوف وتختار الفيديوهات المناسبة اللي انت مفترض تنزلها. انت عندك مثلا انترنت في نفس اللحظة وداير ترفع الحاجة، في حالة انك قاعد تتعامل مع مثلا اعلام مناهضة داير ترسل لهم المادة، مش كالية لانه هم براجعوا المونتاج وبيشوفوا وبيتأكدوا، لكن في حالة انك انت داير تنزل الحاجة دي بشكل مباشر، حاول تختار انت حتنزل شنو قبل ما تقرر. حاول تشوف المادة الانسب شنو، وحاول توضح للزول اللي حيشوف الحاجة دي كانت وين ومتين. لانه انت لما ترسل الفيديو ده للمكتب، المكتب بعد كده بيخد بيكتب اللي هنا انه مشاكل اليوم الفلاني، مظاهرة عبري اليوم العلاني. لكن انت لما ما تكون عندك امكانية انك انت تكتب الحاجة دي، عشان كده قلت لك يا خلي معاك ورقة تكتب فيها قلم رصاص ولا اي حاجة، خدتها قدام الكاميرا ثبت وصور حاجة دي، او انت بتصور قول يا اخي مشاكل المظاهرة الفلانية، على اساس انه الزول ده يكون عارف انت قاعد تصور وين والحدث ده شنو. ما الزول منك انت المناهض زيك، لا، الزول ممكن يكون صاحبك في الفيس وما عارف اصلا انه في مشكلة بتاع السلوك ده، لازم يعرف عشان ينتمي للحاجة دي. يتخيل لي دي اهم الحاجات اللي انا كنت داير اتكلم عنها بالنسبة لتغطية المظاهرات. هحاول اجاوب على الأسئلة، لو في أي زول عنده أسئلة حول حاجات أنا ما تطرقت لها أو ما كنت مرتب فيها. أنا قاعد أتكلم كلام عفوي ساي، قاعد يعني ما خدتي ورق قدامي ولا قلم عشان أرتب أفكاري، وعشان كده قلت إنه الفيديو ده داخلي وخاص بالناس مننا تابعي لنا. شكرا جزيلا، عاطف عبدو.